أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اختر الكلمة الصحيحة، choose the correct word، واكتبها في الفراغ، and write it in the blank. Anybody tell me the word for the first one? يا أي معجم تريد؟ Correct. هل تريد شيئا آخر؟ صحيح. ماذا تريدون أيضا؟ ماذا تريدين أيضا؟ صحيح. أين طبقة البيض؟ طبق البيض. صحيح. طبق البيض. تفضل، أي دينار؟ أي خدمة؟ تفضل أي سالي تفضل أي خدمة. كيف الجو في الخارج؟ صحيح. اختبر نفسك، test yourself. الوحدتان، two units. التاسعة، ninth. العاشرة، tenth. ثانيا، secondly. التركيب والنحو، structures and grammar. صحيح الأخطاء، correct the mistakes. في الكلمات، in the words. التي، which. تحتها، under them. خط، line. صحيح الأخطاء في الكلمات التي تحتها، خط. Correct the mistakes in the words which have a line under them, which are underlined. So, ما الخطأ في هذه الكلمة؟ What is the mistake in this word? أريد طبقة البيض. طبق البيض. So we need to remove alif lam from tabak. يا أريد طبق البيض. نحتاج next. أريد ثوب الأبيض. So what is the correct one? أريد الثوب الأبيض. We need to add alif lam. Yes. يجب علينا أن نزيد ال في Yeah. هذه الكلمة. Yeah. أيوه. المطلوب 50 ريالا. صحيح. أين المدلة؟ تركته في السيارة. تارك. So what is the correct one؟ يا ما الكلمة الصحيحة؟ تركته في السيارة. مزلة is feminine. المزلة هي كلمة مؤنثة. أو تركتها في السيارة. صحيح. كم درجة الحرارة؟ درجة الحرارة 40. صحيح. بكم ثوب؟ بثلاثين دينار. Run. We need to add alif at the رن end. يا دينار. دينارا يا دينارا. ماذا نفعل؟ نبقي الليلة في البيت. صحيح. في البيت. أكمل بود الكلمة الصحيحة مما بين القوسين. Complete by putting the correct word from what is between the two brackets. ما الكلمة الصحيحة هنا؟ أريد لو سمحت قميصا. أريد قميصا لو سمحت. أوكي. أريد قميصا لو سمحت. يس. الثوب ب 30 دينارا. ب30. The letter B makes it majrur. ب 30 دينارا.
أيوة. ثوبك مبتل المعطف. أين المعطف؟ أين المعطف؟ نذهب إلى الشاطئ، صحيح. أريد مع جمال عربية. أريد الموجة العربي. يا فاطمة تفضل السمكة والدجاجة. تفضل للسمكة with female we use ya تفضل السمكة يا in فعل يعمل. يا تفضل yes. ثالثا thirdly القراءة reading اقرأ الفكرة read the paragraph ثم عجب بنام أو بلا then answer with yes or no. Read this. أوكي. Great. هذا فضل الشتاء، الجو بارد جدا، والسماء تمطر الآن. أسرة جميل في البيت، وجميل لما يذهب لم يذهب. لم أوه. لم يذهب إلى العمل في المدينة. المطر كثير في الخارج. جميل يقضي اليوم في البيت، يقرأ القرآن. سيذهب غدا في الصباح إلى العمل إن شاء الله. الجو بارد جدا، فصل الشتاء. نعم، the answer is نعم، yes. نعم، أوكي. هذا فصل الخريف. لا، السماء تمطر الآن. صح، نعم. جميل وأسرته في السوق. this is a في السوق. لا، لا جميل يقضي اليوم في العمل. جميل يقضي اليوم في العمل. جميل، لا، جميل يقرأ القرآن في العمل. لا، المطر قليل في الخارج. المطر قليل في الخارج. المطر كثير في الخارج. لا، الوحدة الحادية عشر 11th unit الناس والأماكن people and places. الوحدة الحادية عشر 11th unit الناس والأماكن people and places. الدرس الواحد والتسعون 91st lesson الأرض display الحوار الأول first dialogue انظر واستمع وعيد look and listen and repeat. ثابت لماذا تركت العراق why you left Iraq. انتقلت الشركة إلى جدة The company shifted to Jeddah. وأنا مدير الشركة هنا.
and I am the manager of the company here. كنت سعيدا في العراق. Just hold for a few minutes. كنت سعيدا في العراق. You were happy in Iraq. Just hold for a minute. هذا صحيح. This is true. العراق بلد جميل. Iraq is a beautiful country. ولي أصدقاء هناك. And I have friends there. ما رأيك في جدة؟ What is your opinion in Jeddah? جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. جدة is a big and very beautiful city. كيف تقضي الوقت في جدة؟ How do you spend the time in Jeddah? أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. I go with the family to the beach. وإلى أين تذهب الآن؟ And where are you going now? أذهب إلى مكة. I am going to Mecca. للأمرة for أمرة والصلاة في المسجد الحرام and صلاة في المسجد الحرام. كم تستغرق الرحلة إلى مكة؟ How much time the journey to Mecca takes؟ تستغرق ساعة واحدة تقريبا. It takes 1 hour approximately. Let me type this dialogue for الوحدة الحادية عشرة. الوحدة واحدة العشرة. حادية عشرة. الوحدة حادية عشرة. الناس والأماكن. الناس والأماكن. الدرس الحادي والتسعون. الدرس 91. الحوار الأول. الحوار الأول. واستمع. واستمع. لماذا تركت العراق؟ لماذا تركت العراق؟ انتقلت الشركة إلى جدة، وأنا مدير الشركة هنا. أنت لقيت الشركة إلى جدة، وأنا مدير الشركة هنا. كنت سعيدا في العراق؟ كنت سعيد في العراق؟ هذا صحيح. العراق بلد جميل ولي أصدقاء هناك. هذا صحيح. العراق بلد جميل ولي أصدقاء هناك. ما رأيك في جدة؟ ما رأيك في الجدة؟ في جدة. جدة مدينة كبيرة جدة وجميلة جدا. جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. كيف تقضي الوقت في جدة؟ كيف تقضي الوقت في جدة؟ في جدة. أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. وأين تذهب الآن؟ وإلى أين تذهب الآن؟ أذهب إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. أذهب إلى مكة العمرة والصلاة في المسجد الحرام. كم تستغرق الرحلة إلى مكة؟
كم تستغرق الرحلة إلى مكة؟ تستغرق ساعة واحدة تقريبا. تستغرق ساعة واحدة تقريبا. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. انظر واستمع وأعد. لماذا تركت العراق؟ لماذا تركت العراق؟ انتقلت الشركة إلى جدة، وأنا مدير الشركة هنا. الشركة تستقطر إلى انتقلت الشركة إلى جدة. So can you say it again, sir? A company, شركة, right? انتقلت الشركة إلى جدة. انتلقت is shifted. انتقلت شركتي إلى الجدة وأنا مدير الشركة هناك. هنا is your right. Yes. Okay, كنت sir. سعيدا في العراق. كنت سعيدا في العراق. هذا صحيح، العراق بلد جميل ولي أصدقاء هناك. هذا صحيح. العراق بلد جميل جميل و ولي أصدقاء هناك. ما رأيك في جدة؟ ما رأيك في جدة؟ جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا. كيف تقضي الوقت في جدة؟ كيف تقضي الوقت في جدة؟ أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر. أذهب مع أسرتي إلى شاطئ البحر. وأين تذهب الآن؟ وإلى أين تذهب الآن؟ أذهب إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. أذهب إلى مكة للعمرة وصلاة في المسجد الحرام. كم تستغرق الرحلة إلى مكة؟ كم تستغرق الرحلة إلى مكة؟ تستغرق ساعة واحدة تقريبا. تستقطر. So, can you repeat the words, sir? تستغرق ساعة واحدة تقريبا. تستقطر ساعة واحدة تقريبا.
الولد يمشي. هو يبيع سيارات. المرأة تمشي. المرأة المرأة تمشي. تمشي. You better both do one by one. One point Okay. Justini, other point Sara. Yes. المرأة Okay. تمشي. المرأة تمشي. الولد لديه قلم. أقلام. أقلم. لا در رجل أقلام. Oh, the man has, okay. لدي رجل أقلام. Yes. لدي رجل أقلام. Children are running. الأطفال يجرون. هما يسبحان. Wrong answer. رنسة. They are swimming. هم يسبحون. هم يسبحون. شجرة في الخريف. الأولاد يقرؤون. شعرها الأولاد مختلف. يقرؤون. الأولاد يقرؤون. الأولاد الأولاد يقرؤون. يقرؤون. هم يكتبن. هم يكتبون. هم يكتبون. هم يكتبون. ماذا تحب أن تفعل؟ أب وأطفاله. الرجال يطبخون. الرجال يطبخون. الرجال يطبخون. الرجال يطبخون. المرأة يسبحون. المرأة تسبح. المرأة تسبح. هما يسبحان. الجواد يجري. هل هو نائم؟ هل هو نائم؟ هل هو نائم؟ هذا أرز. هذا أرز. نعم هو نائم، هي تأكل. نعم هو. الولدان يسبحان. سارة. نعم هو. نعم هو نعم هو نايم. نائم. نعم هو نائم. هو نايم. هل هي تنام؟ نائمة. هل هي نائمة؟ نايمة. هل هي نائمة. نائمة؟ هذه سمكة. لا، هي ليست نائمة. هي تكتب. لا هي ليس نايمة. ليست. ليست. أوكي. لا، هي ليست نائمة. لا، هي ليست نائمة. الرجل يقود السيارة. الرجل يقود سيارة. الولد يأكل. هي تطبخ. هما تطبخان. هما تطبخان. هما هما تطبخان. تطبخان. هن هن يكتبن. يكتبن. هن يكتبن. الرجل يأكل. الولدان يسبحان. البنت تأكل. الولدان يسبحان. الولدان يسبحان. الولدان يسبحان. هما نائمتان. هما نائمان. هما نائمان. نائمان. أوكي المرأة تمشي. sleeping. هم يسبحون. الولد نائم. الولد نائم.
الولد نائم. قلم. أسود. Anybody? What happened? Red. Yes, sir. أحمر. Okay, black. أسود. أحمر. أزرق. أزرق is Blue. green. Blue, Blue. sorry. Blue. Blue. أحمر is Red. red. أزرق. أزرق أزرق. is blue. Blue. أزرق. أسود is black. Black. أحمر is red. أخضر. Green. Green. أسود is Black. black. The car is black. أخضر. أخضر. Green. أزرق. Blue. أزرق. أزرق. Blue. أصفر. أصفر. Yellow. أصفر is yellow. أخضر. Green. أخضر. Green. أصفر. أصفر. Yellow. أزرق is blue. أزرق. Blue. أصفر. Yellow. أصفر. Green. أخضر. Yellow. أصفر. If anybody has any question, they can ask me now. Sir, I have a question, sir. Yes. Yes. I wanted to ask you in these sentences, an, ayn and noon mean, it means about, right? Sorry, which word? An, un sir. mean dad. For example, sorry, sir. Un mean dad. It doesn't mean about. No. Dad is ayn Okay, sir. noon. This Dad is ayn ayn noon, yes, sir. noon. Ayn and noon. Yes, dad mean about. Okay, so and in the same sentences that we are using, even fee was referring to about, sir. Yes, fia is also So used for about. how can I make out when to use ayn and noon and when to use fa? You will study these things in grammar book. Okay, sir. Fee, be. Sometimes we use sam meaning fee, sometimes sam meaning be. So I Oh, say, okay, sir. So B is for, right, sir? B? If I am in the university, physically present there, I will Okay. say I am na fil jamia. But if I am just studying there, but at the moment I am not in the university, I will just say anna bil jamia. You will Okay, study sir. these things in grammar. Inshallah. Okay, sir. So any group for this Arabic grammar, sir? No, it is we can arrange a teacher, but he will take fees. You can Okay, contact this okay, sir. WhatsApp number for that paid class. Okay, sir. WhatsApp Okay, sir. is mentioned here on the screen. Okay, sir. See you all next time, inshallah. Masala.